تامر حسني في عرس باشمها أحمد برب، شاهدوا المزيد من التفاصيل. سبق أن قامت العروسة باشمها بنشر ستوري على صفحتها بالإنستغرام طلبت من الفنان تامر حسني أن يغني بعرسها، وتامر حسني أنذاك رد على باشمعة وافق أنه يجي يغني بعرسها. واليوم العروس قامت بنشر ستوري على صفحتها بالإنستغرام كانت متواجدة في عرض فيلم تامر حسني الجديد، وهذا الشيء اللي أكد شكوك الجمهور أنه تامر حسني راح يكون متواجد في عرس باشمها أحمد بروب بكرة. ونشر العريس أحمد ستوري على صفحته بالإنستغرام علق عليه الله يتمم على خير. أيضا نور سارس فور وصولها إلى الأردن اليوم قامت بعمل منشن للعرسان أحمد صبا. وصلنا الأردن ووصلنا عمان، ويا جمال الأردن وناس الأردن والأردنية، والله إني أحب الأردن والأردنية. النشاط You know I'm gon' feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. أيضا غيث مروان وسارة الورح كانوا متواجدين في عرض فيلم تامر حسني الجديد. نلهي فقط الأخبار بستوريات عائلة البيوتي. امبارح دخلت على غرفة ماما وبحبشت وعملت هيك شغلاتي وحركاتي، لقيت عندها قلم حواجب. وين راح هاد؟ وين حط عليكم؟ لقيت عندها قلم حواجب بلون حواجبي هيك كيوت. الطرف الثاني اوكي، القلم جديد على فكره وبيشتغل كله من عين مامي. يا الا ما يعني اجيب العيد مو بايدي.